اسمه قيس صبار يقرا سنة ثالثة بي تي سي عمره تاع 17 عام وقت حوادث على 7 فيل بمناسبة تاع الوفاة تاع شكر بعيد شكر بعيد توفى نهار 6 ومنها 7 جمهورية كانت تعمل تظاهرة وقت أنا في حي النور مشاكل في المركز تاع الشرطة بيبان حكوهم مش بيبيك خرجوهم نحوهم من المركز وخرجوهم وحطوهم فد كياس حكوهم شباب بتاع جملة الشيء وانت يحطوه في التهمة الأولى هو في الصف الأول وهو في الوقت هذا كان موجود معاهم ولا معنا مشارك في الحكاية ولا من بعيد؟ النار قاعدة تشعل برا وانت قاعد يقرا هنا في البيت الأخرى وأنا في الصالة لو ما نتفرجش على التلفزيون خرجنا كان بعد الحادث في القاعة ابتداء من 9:15 وحنا خرجنا العصر 9:07 9:30 هكاك يعني جاني ودي المرة الأولى قال لي نخرج بابا نتفرج قلت لا زاد برا فالك كثر سيدي ننفذ الطفل قلت هاي نخرج انا وياك خرجت انا وياه دوب ما حليت الباب لقى زوز متعدين الموبيلات يدزوا فيها متعدين والناس من الكياز يقول لهم رجعوا 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 قلت لهم انا رجعوا الموبيلات اتبصوا ثم زوز من وراهم قال لي شنو دخلك انت رضي فمك قلت لهم الله راح تميت ما بيني والدار انا ما بين الدار تاعنا والكياس الرئيسي جاري 20 متر يقول 10 متر تاعي الاخر 30 متر خرجنا مشينا قدام الحانوت النجار واحده تبيع في الكراسي وتاجر سفيان ونجار ظهر في الماده الفمكي وقفنا فمكي كي وقفنا فما العساس تاع مستوصف تاع حي النور الملكية قال لي سي محمد راني جيت نستنج بك مش بيك قال لي راه زوج ذهبوا علي انا جماعه فانت راحوا لي بورتابل نتاعي هاني جيت وين هما قاعدين يمشوا قلت لك انا قاعدين الملكية احنا كي وقفنا عند الحانوت شارع تاع المركز بحذانا قبل مركز الشرطه تاع مستوصف حي النور قبل ما قلت احنا قاعدين هنا نتفرجوا لما انت يتعدى من هنا من الهيكل الواحد يمكن ضيج اثنين جاء جاب في واحد اسمه مختار لوكو قعد حتى وقف بحذانا قعد نتفرج ربع ساعه اربع دراج ما نعطيكش الوقت ما ثبت خمسه دراج جاء الامن بدا يضرب من 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 البنيه تاع شركه القوافل من الاداره وحمص العرب بدا يضرب لك المولوتوف واحد جتك التخاخين عينينا وجهتنا ربنا كل حد مشى روح راح اللي روح انا بالنسبه لي انا ودي روحني والناس الاخرى مش يدير عليها انا روحت قبل ما توفى الاحداث تاع الشباب البحث جت الشرطه فرقت كل شيء بالوسائل الدموع عاد شفاه الظروف اللي شد فيها جانا احنا بعد ايمان جانا استدعاء مركز الشرطه مشينا لمركز الشرطه بعد قداش بالضبط؟ والله يعني نقول لك يمكن بعد اسبوعين اسبوعين ولا ثلاثه اسبوعين ثلاثه جانا استدعاء استدعوني هنا بسيفتي ولي ودي مزال صغير 17 عام مشيت دخلنا لمركز الشرطه تاع حين مركز الشرطه تاع حين ما يخدمش انا عمل مركز حطوه في المنطقه راتب لما برونش تاع كابا حين لو دخلنا غادي كان سالني سالها وقال لي ودي قداش عمرك قلت له 17 سنه قال لي برا جيب لي مامو مشيت للبلديه جبت مامو في وقت البلديه قريب غادي شفت المنطقه مشيت جبت مامو بحثت الوليد قلت قال لي راني هنا بابا وخرجت انا بابا وقفنا قدام الدار قعدنا نتفرجوا جت الشرطه ضربت بك وسيد الدموع روحنا هذا هو ودي ايش عملت وانايا بجنبه وزوز شهاد بجنبه شكون شد معاه هو في انا فما برشا شد معاه ولا هو واحد هما فما هو راه ما شدوش هما بحثوه الشرطه وسيدوه ما تشدش بحث هنايا اللي عطيتها زاد ابتداء من اللي قلت لك انا خرجت لقيت الموبيلات هربين انا بحثي بدا بالموبيلات شفت الموبيلات ودخلت هذيك والشاهد اللي شهد عليه اعطاه الشهاده اللي ولدي هنايا هو اللي لا اول بنو في القياس هو حرقه اول ضربه في المركز هو عملها دخل المركز شد جوز عوان هو صاحبه مع صاحبه دخل المركز شد جوز عوان باش يقتلهم ولدي لا وصاحبه شفت زعوان الواحد قد النخلة وعنده فرد في جنبه ومن بعد الشاهد ايش يقول راهو قيس وصعب يقول يا شرطة يعني بيكم يا عليكم تما كلام بذيء انا موجود في المحضر كلام بذيء يقول فيه بين يعني بيكم يا عليكم اخرجوا نعملوك ونعملوك ونعملوك والشاهد هذا وين؟ الشاهد يبعد 40 متر فوق البركون تاع البريميريتاج
يعني هو متكي على الباركون تاع البريطاج والنار تشعل والمواطنين 60 متر على بعد هو. وفي الليل سمع قيس ولدي وذنه اللي قال يا شرطه اطلع نعمل لكم من ناحيه يقول دخل المركز باش يلتزم الزعوات ومن ناحيه خارج المركز يقول لهم اخرجوا افهم فما تضارب ما عليناش. واش يقول الشاعر؟ يقول ثم واحد سمى اسمه هزوز كاسي اينوكس من مركز ربيه. ومن بعد اش يقول اخر؟ يقول ثم زوز هزموا بلاد كرزة حتى ما كان بها جابها مبطه زاد فهمتي؟ هزموا بلاد كرزة وهاربين بها مشي لشيء حي القوافل، حي القوافل فقط مدخل انا شارع راي يس حتى حي القوافل نحمي تاع داري بلكي فهمتي؟ انا بحثي مني كنت نقول لك توكي خرجت لقيت الموبيلات ما قبل الموبيلات الكل لا انا ولا ولدي البر وما بعد الموبيلات اذا كان ثم حتى موطن ثلاثة مليون فهمت؟ اه والشاهد هذا معناها عندكم به علاقه تعرفوه؟ هاو شاهد ما قدامنا هاو هنا شاهد يسكن هنا كي الاخوه متربين مع بعض محمد واحد هما نهار كل تضرب في القاهره كي مع ام قيس فهمت يا امه باش تموت قالت كيفاش ولدي يقول لك كذا اش قال الشاهد كي جدينا انا وانت وريت حتى قيس قال راني مشيت نخرج في بلتان وطروا راه مشاتني رئيس مجلس حي النور قال لي صح في الورق رئيس صح في ورقي هي تتصح على ورقه ما ندريش علاش فيها قال لي ما ندريش علاش فيها خويا قلت لا اله الا الله كان هذا كلام صحيح انا ما نضمش كان مركز رئيس مركز الشرطه يعمل لك الشيء هذا فهمت معناها حسب كلامك انه بضغط من حسب كلام هذا بضغط من رئيس مركز اي انا قلت اسمع قلت ما تلعبش بينا انا اذا كان انت ما مشيتش فهمت وما بحثتش وما شدتش على ودي راه انا باش نطلب الشرطه رد بالك حشيني اما الشرطه لازمت لودي ولا انت شهدت فهمت وباش عرفنا احنا الشاهد بعد ما حكموا على ولدينا بخمس سنين جبدنا المحارم جبدنا الدوسيات وقريناها وجبدها المحامي كل شيء نبلش ساهل ساهل الحكايه حتى كل كيف قريناها قضايا الكل بعد القضيه فقريناها وفقنا به باش تكلمت به انا فهمت ولا بعد ايامات يبعثوا لي التحقيق باش يمشي ولدي يحقق فهمنا التحقيق جاني نهار 12 مي ولدي مازال يقرا كذا هو جاني قبل بحال شهر ونص اما التاريخ 12 مي قلت انا ما نوريش الطفل قلت له ما توريش حتى نهار يجي الوقت خليته يقرا روح قعد يجي شهر ونص باش جا الوقت سيدي نهار 12 مي قلت له مرة بها في الليل كما كان قلت له اخي تخي ربع 12 اخي هو حد هدو ثبتنا في اليومية ثبتنا في كذا مدوا 12 مي اليوم واحد هاي الخط الاخرى تو من التحقيق 12 مين راحت وين وقتاش وقتاش انا مشينا مشيت لمدينة ريس مشيت نهار 2 نهار 13 هزيت ولدي معايا ومشيت فالتوصيل كاتبين لك مرتبة تحقيق اول وثاني وثالث حنا تحقيق ثالث مشينا للمكتبة تاع التحقيق الثالث دخلنا سكة التحقيق الثالث قلنا لك عطونا استدعاء لو امس يوم الاحد يوم 12 رانا جيناكم اليوم مدينا الورقة قال تو هذه حق القضية حقه فيها وبعثوها لدائرة الاتهام في محكمة الاستئناف باش ينظروا فيها. هي وحنا اجتمعنا قلت ودي قال لي ولدك رانا حطيناه في حالة فرار. قلت في حالة فرار او انت سرعتها باش قلنا في حالة ما جاكش. قال لي يا خويا انا ما عندي ما نقول لك برا رئيس محكمة رئيس المحكمة القضائية تاع محكمة الاتهام تاع الاولاد تاع الصغار تاع الاولاد الصغار. انا الحكم قضايا من ناحيه الساعه الشاهد اللي شد عليه باطل في باطل وبعد ما وقع الحكم وجبد الاوراق وعرفنا الشاهد الحكايه اللي حكيت كذا فهمت كي قابلنا قلنا كيفاش وليت قيس انت يعني يحرم يضرب وضرب عون الوقت كسرها وحسابات فهمت ويقولوا العوام شفت لهم زوج والمركز قلت يسكر السته تاع العشيه ما فيش حتى عوام السته تاع العشيه من 14 جانفي لما شعلوا المركز في المره الاولى نظفوا رجلو وعملوا الصيانه قاعد يخدم المركز من 8 ل 6 تاع العشيه يعني شو اسمه وقت اداري هو في النهار الجاي المركز تاع حي النور باب التحديد مسكر ولا محلول حتى الحلال تاع المركز مش محلول باب واحد 8 سكروا 6 سكروا العوالي يروحوا الوقت امور اداري قلت لك تقول انت غاصب زوج عوالي في الواحد انت متكي على بركون وتشوف في الكياس وفي جنبك انت هذا اليمين حيت عمارة رضواني تولى 60 متر
باش تجي بابا تاع المركز. انت قلت له شنو شنو الريون اكس اللي عندك اللي شفت بها ولدي في وسط المركز خاصه زوج عوام بينما انت تطلع على البالكون في منظارك فوق الفرماسيه تاعك فهمت. ومن بعد تقول ها وصاب او قيس خرج ها يسب في العوالي اللي بيك ويدير عليك الكلام طباعه كبيره ياسر ما قلتش نقولها لك فهمت فهمت. انت قلت له في الباركور في الفوضى تاع 1500 بشر على الاقل ما نقولش 2000 نقول 1000 نقول 800 نقول 500 نمشي معاك حتى 500. انت سمعت قيس يقول للعوان نخرج ونعملكم ونعملكم انت في الباركور تاع دارك كيفاش يجي هذا؟ قال لي سي محمد انا خطيني وما قلتش وما عملتش وراني مشيت باش ناخذ اسمها بنت امر غلوه شدوني غسروني قالوا لي صح في الروح صح في الروح. قلت تحمل مسؤوليتك راه امنت ولا الشرطه انا ماشي نفسي بكم بزوز. بدا هو الحكم تاع 5 سنين هذا نهائي ولا مازال حكم عليه حكم سجن 5 سنين سجن لا محامي ولا تحقيق. نعاودها لك لا محامي ولا تحقيق. والطفل عمره 17 سنه حكم عليه 5 سنوات سجن فهمت كيما؟ حكم نهائي حكم نهائي يطول في الحبس طبعا يطول في الحبس نهار الاربعاء اللي فات الاربعاء اليوم ها اثنين اثنين اليوم امس برك امس برك مشيت شوف امس برك ودي في الحبس تقول لي انت حكم نهائي حكم نهائي ونفاذ عاجل زاد راه مطبق الكوشه طول